السلام عليكم. لو انت عندك دايمنشن والدايمنشن ده انت عايز تكتب رقم مختلف غير دوت، فانت لو جيت هنا ودوست عليه وتطلع لك الرقم دوت، فانت ممكن تغيره برقم معين، ممكن مثلا تخليه 4000 مثلا، تمام. ابلاي مش هيوافق، يقول لك لازم ايه رقم. طيب تروح ايه حاطط مثلا 0.0، مش هيوافق، لازم تكتب له رقم. طب هندي مسافة قبلها بس شكلها غلس، طيب عايزين نعملها تكون بشكل احترافي. فهدية ليكوا في موقع اسمه MT Characters، بيخليك تكتب حروف فاضية، بتقول له كوبي، اقول له كوبي تو كليب بورد، خلاص كده انا عندي الكلام الفاضي. هاجي هنا واشطب اهو واقول له كنترول في، حسيت بحاجة؟ لا، لكن الكمبيوتر حس وقابلها، فانت كده ينفع تزبط.